خدعوك فقالوا إن المهارات لا يمكن اكتسابها. والحقيقة إن دي خدعة من الخدع كمان اللي كتير مننا بيقع فيها، بيفتكر إن المهارات اللي اوريدي عنده هي دي خلاص اللي أنا أقدر إن أنا أتعامل بيها، وإن أنا لازم أشتغل من خلال مهاراتي اللي اوريدي عندي، وإن ده يعني الإطار اللي أنا أقدر أشتغل فيه، وإن لو في مهارات جديدة أنا محتاجة إن أنا أتعلمها وأكتسبها إن ده هيكون صعب قوي. وناس كتير بتقعد تقول يعني بعد ما شاب وادوك كتاب وأنا هكتسب مهارات في السن ده، لا، والحقيقة المهارات، كل المهارات، جميع المهارات يمكن اكتسابها. وبالتالي ان التدريب بيبقى مركز جدا على كيفية اكتساب المهارة، واي كورس تدريبي حقيقي وناجح المفروض ان انا بكون عارفة ان انا ازاي اقدر ابني المهارة وازاي اقدر اكسب المشاركين بتوعي المهارة. فالمهارات يمكن اكتسابها، المهارات مش صعب ان انا اكتسب مهارات جديدة، مش صعب